أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية. وموضوع حلقتنا النهاردة الموضوع اللي بيحصل في مجتمعنا وفي أي مجتمع في الدنيا، بنشوف أبناء عاقين لوالديهم. قد إيه الموضوع ده بيبقى مؤثر جدا، قد إيه هو له درجات كثيرة جدا. عايزين نعرف النهاردة من ضيفنا أستاذ دكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا حضرتك. إزاي حضرتك؟ نورنا يا دكتور والله. أهلا بيك دكتور. عايزين نعرف هو ليه حاجة ممكن تبقى عكس الفطرة، يعني الفطرة الطبيعية ان الابناء يطلعوا بيحبوا ابائهم وامهاتهم زي ما بالزبط. الاب والام بيعشقوا اولادهم بالزبط. ايه اللي ممكن يوصل انسان على الفطرة كده طبيعي جدا ان هو ممكن يتحول ويبقى عدو الام وابوه؟ تمام. ازاي ده ممكن يحصل؟ بص حضرتك، او خليني الاول اقول يعني انا طبعا تاثرت لما حضرتك واستاذ نور في الاول لما اتكلمتوا على لان شيء مؤذي جدا يعني اللي هو ايه عدى الله سبحانه وتعالى اكبر الكبائر يعني عقوق الوالدين يعني. فبس في سؤال برضو يعني برضو ايه هو العقوق، ما قد نختلف عليه يعني انه انا في اب حساس ممكن حاجه بسيطه، لكن الحقيقه هو الامر برضو حساس يعني مجرد انا في رايي مجرد انه ابن مش زي ما حضرتك كنت تقولي يطلع ابوه، ولا اختفاء الابن من المشهد تحت عنوان انه راح يدرس في دوله بره او انشغل مع اصحابه برضه في سن او مع زوجته او مع زوجته او بنت انشغلت يعني مع زوجته يعني شالك من جدول اولوياته شويه. في ناس بتصنفه انه عقوق. لا، احد الشيوخ كان بيتكلم بيقول انه لو اضطر الاب انه يقول لابنه انت وطي صوتك شويه وانت بتتكلم يبقى انت في عقوق، حاجات طبعا. زي كده يعني. فخدي بال حضرتك بس في ثلاث حاجات، في الجينيتكس، في البيئه اللي انت اتنشات فيها، وفي الثقافه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي زي ما حضرتك كنت بتقوله برضو من شويه. كل دول فاكتورز بيلعبوا في الموضوع. فالجينات احنا شفنا عيله كده كلها غالبيتها بيبوقوا في اهاليهم ويزعقوا في امهاتهم ويبصوا لهم بصه مش عارف ايه، كان الموضوع بيجري في دماغهم. وشفنا كمان حاجه اسمها توكسيك بيرنتس او الاباء السامين، كما كتبت احد الكاتبات الاجنبيات توكسيك بيرنتس، وكتبت قالت هي كانت متخصصه في الابيوز في ضرب يعني الاباء اللي بيضربوا ابنائهم يعني ينتهكوا حرماتهم بالذات عن طريق الضرب، وهي تخصصت في كده، هي اتضربت اصلا. فلما بتعمل اباء من كتر الدراسات اللي عملتها اثبتت هذه السيده انه الموضوع بيجري في الدماغ، يعني انت لما باباك بيضربك وتاخد الضرب والطاقه السلبيه بيسموها حتى احد المتلازمات في طب الاطفال باتر بيبي سندروم اللي هو الطفل المضروب ويجيب لك صور ومبهدل، او حتى انك انت تفرق بينه واخواته، ما خد بالك برضو الموضوع ممكن يبقى عقاك ابوك فانت عققت ابوك يعني عمليه مردوده. فعلى مدى السنوات اصبح جواك طاقه سلبيه قنبله موقوته، وبرضه حسب قانون نيوتن الطاقه لا تفنى، هتطلع ولا تستحدث من العدم، ولكل فعل رد فعل. فالنتيجه انه بعد شويه الطفل ده بدا بقى يعبر عن فورته تجاه بابا او مامته في صوره بصه، في صوره يعني رد سخيف زي ما بنقول مثلا. لكن طبعا يعني لا اختلاف على انه الحقوق يعني برضو هنا ثقافة المجتمع انه مفروض يعني قد يقصر المجتمع في انه عن طريق وسيلة الاعلام، عن طريق الدين، عن طريق رجال الدين، عن طريق واتفر، ان هم يوصلوا الناس ايه هي الحقوق ايه الواجبات. هي زي ما حضراتكم قلتوا هي فطرية، بس هي الفطرة في الاباء الاول، يعني انت بتقعد تدلع ابنك وتجري تجيب له لبن وتشوف صحته وتجري، حاجة فطرية ما فيهاش ما بفكرش. بس انت ابنك بقى عقبال ما يلقط ده هو بيتصرف برضه بسجيته، عقبال ما فيش عنده بقى فطره ان هو يحبك ويشكرك، يعني دي مش موجوده الا انت تدربته عليه. يبدا بقى امتى هتحاسب عليه؟ وامتى؟ بعد البلوغ. بعد البلوغ. اوكي. تبدا انت تتنبه انه او ناس تقول لك انه في ناس تقول لك الام ما حدش بيقول لها خدي بالك من ابنك، المفروض المفروض. لكن الابن بيحتاج ان حد يقول له خد بالك دي مامتك ما ينفعش. بيحتاج. ده معناه ان هو طبعاً. مش فطره طبعاً. معناه يعني طاعه الابناء لابائهم هي مش فطره. لا مش فطره. لا انا قصدي كلمه فطرة. لا هي اللي فطره. انا قصدي لا هي دكتور فطرة. يعني الحب اتجاه الوالدين طبعا اتجاه اللي يحبك عموما بالظبط، فهو هيحبك فمش ممكن يبقى قاسي عليك، يعني هو ان هو مثلا ما يسالش عليك او من، فانا قصدي دي الفطره. بس استغربي يا انه اي حد بيحبك فطريا انت بتحبه. تيجي عند الاب والام عشان انت مطمن لهم قوي وان دول باي ديفولت دي ناس واثق في حبهم تقعد تدوس فيه نفس الكلمه بسمعها من مدرسي بقول له
من زميلي لكن بابا قال لك وبعدين بقى انت كل حاجه تقعدوا تقولوا لي الاب والام وبيتعذبوا من الحته دي طبعا. فانا عايز برضه اوصل للناس حاجه، اذا كان حد مستني ان ابنه خلينا نبص لها كده، ما تستناش ان ابنك يبر بيك ويسمع كلامك ويحبك ويعطف عليك. يمكن انا في رايي دلوقتي في الزمن ده الاربعينات الخمسينات يبقى يعني يا دوبك معقول، والله حصل قبل كده يبقى خير وبركه. يعني الجيل الجديد مش هيبقى بره قوي زي ما احنا متخيلين. الا ما رحم ربي. مش منتظر لا يبقى عنده 40 50 سنه. طب وانا هكون مش موجوده يا دكتور، ما احنا اجيالنا عمرها بقت صغيره برضه. معانا تليفون بس عشان قبل ما يقفل. الو معانا احمد. الو مساء الخير. اهلا مساء الخير، اهلا يا فندم. الدكتور بتاعك اسمه دكتور ايهاب عيد. ايهاب عيد. ايهاب ولا ايهاب؟ ايهاب. ايهاب بحسب ايهاب. لا ايهاب يا فندم. معلش يا دكتور ان انت زعلتني وانا زعلان منك ومش مبسوط من كلامك الاخير. ليه بقى؟ اتفضل. ايه مفيش حاجه اسمها الكلام ده ينتظر وما ينتظرش. كلام ايه؟ واحنا ننتظر وما ننتظرش. اوكي. لا 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 كلام فارغ، الكلام اللي الاطفال الولاد ما عندهمش ولاء ولا عندهم. اولا بص انا هديك مثال بسيط قوي. انا عندي ثلاث بنات. ثلاث بنات دول خرجوا من اكبر جامعه في جمهوريه مصر العربيه. ماشي، اكبر جامعه اجنبيه، يعني مفيش بقى نوضح اكتر من كده. تمام؟ ثلاث بنات دول راكبين اغلى عربيات تتخيلها في مصر، انا اللي شاريها. ثلاث بنات دول اتجوزوا افراح بيسموها الافراح المليونيه اللي حضرتك بتسمع عنها. بسم الله ما شاء الله. ماشي؟ تمام. حلو حلو. ممكن ما عارفه. بسم الله. تمام؟ للاسف الشديد فيهم واحدة لو صباع ضفر لصباع رجلي الصغير وجعني هي جسمها كل وجعها. ربنا يبارك لك فيها يا رب. وفيهم واحدة طيبة طيبة الدنيا والآخرة. وفيهم واحدة جحودة جحد الدنيا والآخرة. ليه؟ ما أعرفش. واي؟ ما أعرفش. على الرغم إن أنا لم أكن أبداً في حياتي قاسي. أم شديد أو عنيف. لا معاها ولا مع أحفادي. يعني حضرتك تقصد إن التربية واحدة بس كل واحدة طالعة بشخصية. لا التربية واحدة. وأنت ما استخسرتش فيهم حاجة أبداً. ومزعلاني حرقة دم اللي جاب أمي وبقى لها 1 year and a month and 3 weeks ما كلمتنيش. على الرغم ان انا كنت مريض وعامل عمليه كانسر في المخ. يا ساتر. ماشي. ربنا يشفيك. وكل الفيلم السائد ده بسبب الواد جوزها الجربوعي الكلب الواطي. طب معلش احنا بس عشان الالفاظ وصلت رساله حضرتك يا فندم، وصلت رساله حضرتك. بص يا فندم ما انا مقدر مقدر، هو طبعا استاذ احمد منفعل ومتضايق وبصراحه عنده حق. واحنا لازم برضو يعني فعلا نحط هو شيء مزعله البنت الاخيره دي. ما ده اللي انا بقوله. انا بقول يا مدام مها ما تنتظرش، حصل خير وبركه. ما حصلش ما تزعلش. انا عايز اقول له برضو انه دلوقتي استاذ نور ما بقى الغالبيه كده، كون ان هو ربنا كرمه بالبنتين دول ربنا يبارك له فيهم والثالثه ربنا يهديها. بس قلبه مكسور يا هو قلبه مكسور. هو بالذات ان عنده حاله مرضيه وعمليه وكده، فكون ان هي قلبها محنش للظروف دي. ما هو ده اللي انا بقوله. يعني انت برضو اصل خدي بالك هو بيقول الكلام ده على فكره من ورا قلبه. شوفي برضه فطرته طبعاً. هو شتم فيها وقال لك ايه في الاخر بسبب مش عارف جوزها كذا كذا كذا. لانه عارف ان هي فطرتها هو كاب ممكن تكون هي كبنت. يعني ما ده اللي انا بقوله مش شرط. سبحان الله. يعني ربنا جعل لكم من ابنائكم احيانا اعداء لكم. هنا انت لو انت باي ديفولت عامل حسابك انه موارد كده وكده مش هتغضب مش هتتخض. لو ثقفناك قلنا لك بص يا عم ادي على قد ما تقدر، ده اللي ربنا امرك بيه ودي فطرتك الطبيعيه. جالك الرد الفعل الحلو ده قول الحمد لله واشكر وربنا يبارك له فيهم ويهدي الثالثه. ما حصلش ما تتخضش. ما سألش يصعب عليه نفسه يا دكتور. ما هو صح يا نور ما مش هيصعب عليه نفسه. ما قلناش ما هو لازم بعد كل ده الرد الفعل بالزبط. لكن هو ربنا دي دنيا احنا مش في جنه. ومن ناحيه بس الخلية البرين تكوين المخ بتاع الانسان لوحظ حاجه غريبه جدا. انه العيال اللي اتزعق لهم او اتضربوا او اتهانوا او انتقدوا حصل عمليات في بعض خلايا المخ، وهذا الكلام والله حقيقي ومذكور في اوراق علميه.
لا يذهب ابدا، يعني بيفضل موجود. والطفل ده اللي هو بنسميه abused او انتهكت حرمته سواء لفظيا او جنسيا او بدنيا او انفعاليا، نو واي انه هو ده بعد كده. ده اللي كنت لسه بكمله، هو لما يجي يربي ولاده، وهنشوف البنت التالتة دي لو استمرت هتعمل ايه في ولادها، هيعملوا في طبعا في ايه، ده كلام الدين العادي والكلام العلمي اثبت كده، الكلام العلمي. عشان كده اسمهم توكسيك. يعني ايه توكسيك؟ يعني سم يسري في الاجيال. اب سام يضرب ابناءه، والابناء يضربون ابناءهم، والابناء الى ان تسري فيه. ايوه صح. تمام. طيب احنا معانا مكالمة ولا هنطلع لفاصل؟ هنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني. خليكم معانا في اللمة الحلوة. ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا دكتور إيهاب عيد. دكتور إيهاب، أنا عندي استفسار بس عن الموضوع العقوق، هل ممكن الدلع يسبب عقوق؟ لا مش ممكن. ليه؟ هقول لحضرتك. انت بس هتديني كيك ولعب وانا ما طلبتش، ان السماء لو تمت وانت قاعده بتديني في حاجات، هل ده بس كمعرفه انا عارف انك بتحبيني ولا لا؟ ما يمكن الحب بقى للدرجه دلوقتي. بقى قد كده مسلم بيه، فبيبتدي لما يكبر ياخده على انه امر انا عارف طبيعي، فبالتالي انا ما ببذلش مجهود. ده مش العقوق. انا مجرد ان انا اعرف ان ده الطبيعي، ده مش معناه عقوق. هو العقوق انه انا، والمعرفه هنا ان انا في اتنين، واحد بيحبني ويبوسني ويدلعني ويعملني، وواحد ما بيعملش. انا عارف ان ده بيحبني، شور. كون بقى ان انا مش بديله وش، دي مش معناه ان انا مش عارف. لا انا عارف، بس ممكن يكون انا مش بديله وش عشان انا صوابع ايدك يا جماعه مش زي بعضها، في واحد بيعرف يعبر وواحد ما بيعرفش. وقلنا قبل كده مره ان في حاجه اسمها الكسيثيميا، عدم القدره على التعبير اللفظي عن الحب. ده مش معناه الحب مش موجود. الحب ثلاث حاجات: عقد بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالاركان. في واحد يقدر بس قلبه بيحبك بس هو متلجم، في ناس بتتكسف بيحقد على خوله بيعرف يعبر مشاعرها. وفي واحد بيعرف يعبر اللي هو بس ما يعرفش يعمل حاجه، اللي هو اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. وفي بيعرف يعمل عندي ابني كده ما يعرفش يبين خالص، بس انا واثق ان هو بيحبني جدا. ايوه ليه كمان؟ لان حضرتك بتحبيه وبتعملي له كل حاجه عايزه وبتجيبي له اللي هو عايزه، بس ما يعرفش يعبر. بس مش معنى بقى هو بقى هنا بقى على فكره خطوره ان انت رد فعلك تنفس من اللي ما بيعبرش، مع ان هو بيحب بس ما بيعبرش. وحتى على مستوى الازواج في زوج ما بيعبرش لكن هو بيحب، يبتدي انت تبقى اجريسيف عليه بالظبط كده. لا، وتاخدي موقف منه وتفضلي التاني. انا زوجي مش معبر، فانا بقول له انت ما بتقوليش بتحبني ليه، مع ان هو شايف انه بيشتري حاجات زي ما الاخ كان بيتكلم. بيشتري حاجات ويكلف، هو شايف ان التعبير ده اللي يقدر يكلف على قد ما يقدر. من وجهه نظره ده تعبيره عن الحب. وفي حد بيعرف يعمل بادي لانجوج بس ما يعرفش يتكلم. يطبطب وهو معدي مثلا. هي كل دي رسائل. لما انا مصرف عليك بحبك، لما احضنك بحبك، لما اقول لك بحبك. بس الحقيقه العلماء اجمعوا انه مش مشكله اللي في قلبك ايه، طز في قلبك. المشكله انت بتقول ايه. ممكن ابقى ما بحبكش بس بعرف اعبر، اللي قدامك هيفتكر انك بتحبه. لكن لو كنت بتحبه بس ما بتعبرش ممكن يفتكر انت بتكرهه. تمام. دكتور هستاذن حضرتك، احنا معانا اتصال تليفوني تاني، احمد من اسماعيليه. احمد مساء الخير. مساء الخير يا احمد، منورنا في اللمه الحلوه. اهلا وسهلا. انا المهندس احمد غريب، بس عشان افرق بين احمد غريب واحمد في المداخله اللي فاتت. اهلا وسهلا يا باشمهندس احمد، اهلا وسهلا بيك. اتفضل دكتور ايهاب مع حضرتك. انا بس ليا ملاحظه على المداخله اللي فاتت على الاخ احمد اللي هو كان بيصرف على اولاده مصاريف ما حصلتش، وبيركبهم افخم العربيات وبيدخلهم افخم الجامعات اللي موجوده في مصر. ارجو لو اي حد متصل، ارجو حد يتجاوز في اي لفظ ولا اي حاجه بالنسبه للضيف اللي حضرتك مستضيفاه، انت المفروض اول واحده تدافع عنه وترد، وما تسيبوش يسترسل في ان الكلام ده مش مظبوط وان الكلام ده هراء. حضرتك ده هو كلام بيتكلم. لا معلش هستاذن حضرتك، هو اتكلم عن ظروفه هو ما كلمش الضيف، هو كان معترض على راي دكتور ايهاب في حاجه، بس في الاخر هو لما خرج بالالفاظ احنا قطعنا المكالمه. تمام. والالفاظ ما كانتش موجهه للدكتور يا فندم. قبل ما يسترسل بقى في الالفاظ يكون رد الفعل، لان الراجل اللي قدامكم ده انسان محترم. طبعا على دماغنا من فوق. حضرتك فهمت غلط المكالمه، كان الراجل منفعل لمشكلته. الراجل منفعل بسبب مشكلته مع بنته، الكلام مش متوجه لدكتور.
الدكتور إيهاب قال له كده باللفظ، كلامك اللي قلته في الآخر ده آخر كلام كذا 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 كذا. قال ده، أنا هقول لحضرتك، هو قال ده كلام فاضي، قال ده كلام فاضي، بس دي كلمة بتبقى لازمة في الكلام يا أستاذ أحمد يا باشمهندس أحمد، معلش أعذرني، إحنا قدرنا أستاذ أحمد. الدكتور إيهاب تفهمها يعني وقال لنا أنا تفهمتها، لأنه هو كان تعبان وعامل عملية وعنده مشكلة مع بنته. طبيعي. حضرتك لك أي استفسار بخصوص موضوع عقوق الأبناء؟ هو تفهمها عشان هو إنسان محترم طبعا، على راسنا، هو على راسنا من فوق، يتخير الكلمات اللي بيقولها، واخد بال حضرتك، عارف الكلمة، وعشان هو دكتور وأستاذ وطب سلوكي فهو مستوعب وعن غيرها. طبعا يا فندم، حضرتك لك استفسار يا فندم؟ متشكرين، شكرا يا فندم، شكرا يا باشمهندس أحمد. طيب هرجع لحضرتك، في تليفون تاني، في تليفون كمان؟ معانا. اهلا وسهلا يا فندم، استاذ سامي عبد العزيز، اهلا وسهلا استاذ الاعلام الكبير. استاذ سامي تقلك دقيقتين. الو دكتور، سامعيني؟ اهلا يا دكتور، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا يا استاذه مها، اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. تحياتي اولا للدكتور ايهاب، اهلا بيك يا فندم. الله يخليك يا استاذ سامي، الحقيقه حواره يعني عايز اقول لك يدخل العقل والقلب طبعا، كل المنطق. ده شرف ليا يا فندم، شرف سيسي. ويمكن انتوا عارفين ان انا دائما اتدخل في البرامج السياسيه، واول مره اخش برنامج ذو طبيعه اجتماعي. طيب السبب؟ لان الدكتور احمد اثار قضايا اعتقد ما في بيت الا وهو يعاني هذه المشكله بدرجه او باخرى. ايوه يا فندم. هقول حاجه، يا رب الدكتور ايهاب لما اكثر ثقافه مني ياكلها لي. هل تعلمي ان القران الكريم لم ياتي باي نتائج للاب والام لكي يكونوا عاطفيين او رحماء؟ ليه؟ يعني زي ما الدكتور ايهاب قال، الاب والام قبلوا بالفطره على العطاء والبلا حدود والتسامح بلا حدود، بينما كل الايات نزلت توجه للابناء ولا تقل لهم اف ولا ايه ولا تنهرهما، مظبوط، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. طبعا خلاص، طبعا يا فندم. القران كمان قال، بسم الله الرحمن الرحيم، يا الذين امنوا ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروا. يعني اذا ممكن علاقه الابناء بالاباء تصل لحد، او الاولاد تصل لحد العداء. ايوه كل ده شيء طيب، لكن تعال اقول لك بقى تمام الايه، والدكتور ايهاب ارجع، الامر كله بينطب في منطقه التوقعات. الفرق بين توقعات الاب والام عما يتوقعه من ابنائه هو اللي بيعمل الجرح او الايلام او التضرر. انا ببقى متخيل ايه السبب يا اسلامها. ايوه انا اتعودت اني وانا صغير كنت افضل احضن في امي وابوي وحشتوني وابوس رجليهم وايديهم. ايوه الجيل ده طريقته في التعبير مختلفة تماما، مختلفة تماما، ده وبالتالي علينا ان نتكيف مع المنطق الجديد. وهقول لك حاجة بسيطة جدا، بتجيلي بنتي، بابا هسألك سؤال، لو ما عندكش إجابة مقنعة ومحترمة وما تردش، أنا كنت أقدر أقول لأبويا كده يا مها؟ لا أنا عارف، أنا عارفة يا فندم. أيوه ابني بابا، هو أنت ليه دايما تبشر في وشي؟ أقول له يا نعمان أن أنت عرفت أن أنا عيان واتسألت عليا. قال لي هو أنت ده معناه أني شاكك أني بحبك؟ خدي بالك، يعني معناها أن العطف موجودة. أيوه لكن يظل طريقة التعبير، طريقة التعبير مختلفة تماما، بتختلف من جيل لجيل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إيه؟ لقد خلقنا لزهق خلق اولادنا، معناه لزمن غير زماننا. ما بالك بقى حجم المتغيرات اللي حصلت في الحياه. مداخل من تربيه مدارس، من سوشيال ميديا، من طبعا جعلت سمات واساليب التعبير بل والتفكير تختلف. صح، هم مش شايفين ان الطبطبه معناها حب. ده ممكن قوي يكون بيكلمك تيت ا تيت زي ما بيقولوا، راس براس. ايوه بس انا يعني ما بيحترمكيش. ولو بصيتي له بقى بصه انك انت متذمره، هو انت على طول مكشر في وشنا ليه؟ انا من جوايا ايوه هقول اخر حاجه وهقولها للدكتور ايهاب
يمكن الناس مش هتصدقني لما اقول ده. اقسم لكم ان ابني انقذني من ازمات قلبيه وهو عنده 7 سنين. يا 7 سنين اقول لك اه. قاعد مع مامته ام استاذه جامعي بتقول له بقول لك ايه يا نعمان، عايزك لما تكبر كده يبقى عندك شخصيه وتاخد حقك بايدك. اسمع بقى المفاجاه دي. كان عنده 7 سنين في ايهاب. ايوه. قال لها ممكن اسالك سؤال؟ قالت اتفضل. قال لها هو مين عايش حياه مين؟ قالت له يعني ايه؟ قال لها لو انا سعيد بحياتي عايزه اتغيرها لي ليه؟ انا يا استاذه مها 7 سنين. ايوه يا خبر ابيض. اقسم بربي سمعت الجمله دي. اديت لهم ظهري وما كانوش شايفين. دخلت اوضتي صليت لدركعتي قلت احمدك يا رب ان بدري بدري ابني بعت لي منطقه في التعامل لكي ينقذني من الصدمات النفسيه. القصه يا حبيبي بامانه اللي محتاجين يتكلموا هم الاباء والامهات. ده حقيقي كان لسه في الفاصل فعلا دكتور ايهاب بيقول كده. هنتكلم عن الجزئيه دي فعلا يا فندم. بنشكرك جدا يا دكتور سامي والله. لولا الحديث الشيق ولولا المدخل العلمي المحترم والانساني. بصي بصي بقى الثبات الانفعالي ده عند دكتور ايهاب جدا جدا. وفي الفاصل قال لنا انا استوعبت يعني المداخله اللي كانت قبل كده لان حاله الغضب اللي هو فيها. شوف قد ايه قدرته. انا لا اعرف الدكتور ايهاب شخصيا بس انا عارف حضرتك. بس انا عارف حضرتك ولغه الوجه بتاعته ولغه تحركاته. ده تدريب يا فندم ومهاره وخبره. طبعا فانا الحقيقه بقولها بصوت عالي برفع القبعه للدكتور ايهاب برفع القبعه عليكم على هذا الحوار المهم. والقضيه دي على فكره يا مها ايوه اقسم بربي تحتاج حلقه واثنين وثلاثه واربعه ده حقيقي. وخمسه ده حقيقي. ده حقيقي عديده ده حقيقي والله. بقى هقول لك جمله كده في الاخر قلت له ايهاب وجودك يا دكتور ايهاب في اللمه الحلوه انت محتاج مني اجمل غنوه. ربنا يخليك واشكرك. بنشكرك جدا يا دكتور سامي. شكرا لك. شكرا كلام جميل المهم. هو حب ربنا سبحانه وتعالى. وانا عايز اقول لك الاخ اللي اتكلم قبل الدكتور سامي هو ده حب حب يعني انا ما اعرفوش والله بس حب في الله وكتر خيره. هو ما يقصدش طبعا حاجه لحضراتكم. لا 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 وبرده حكم شغلتي خليني فعلا. بص يا مدام كنت الاول بتشد وبعدين لاحظت حاجه. انفعالات الاباء واحد جاي ابنه عقه واحد جاي ابنه جرى له حاجه فجاي متنرفز. انا الاول كنت بنفعل وارد وواحد باصص لي كده. اتاري اللي باصص لي ده متخانق مع مراته اللي قاعد دي اتنين قاعدين قدامي. أيوة. فانا واخد موقف وبعدين بعد كده ده هو جاي غضبان عشان هم متخانقين وجايين لي عشان يتحاكموا. فاتعلمت ان انا اهدى كده اعرف بس ايه المشكله واقدر انفعالاتك واستوعب كده ان انت زعلانه مش زعلانه مني انت زعلانه عندك مشكله فمطلعها عليا لازم استوعب. هو اللي زعلان بيلجا لحضرتك يعني اي حد زعلان او غضبان بيلجا لحضرتك. هي دي شغلتنا بالظبط بالظبط. الاغرب بقى من اللي اتقال طبعا بشكر جدا دكتور سامي لانه شخصيه وقامه انا اعرفه يعني جميل. ممكن هو قال كلمه واحده قال الاوفر اكسبكتيشنز التوقعات العاليه من الاباء. دي برضو مشكله في بعض الاسر الانفعاليه قوي. ابني وازاي والمفروض ويجد عكس ما يتوقع. على فكرة ده مش معناه انه ما بيحبكش انت اللي برضو توقعاتك اوفر. الانكى من ذلك هو الامار بقى. دي حاجة غريبة شوية بالنسبة للعقوق مثلا ان ابنك هو اللي يكون اوفر او يكون حنين واوفر اكسبكتنج ان انت رد فعلك كأب يكون حلو ويجد العكس وما اكثر برضو. مش جحود الابناء ولا حسنها ما اقدرش اقول جحود الاباء مع اني شفته. ان ابن حنين ومعبر ويا ماما يا حبيبتي يا ماما يا مش عارف ايه لدرجه انا بقول للامهات ده الحجر نطق يعني انت شحات الغرام. الولد عامل لها هرطات وفيها سهم وبعتها تقول لي يا دكتور عجبتك الولد ده انا اجيب لك عندي ملفات منها كتير. ولا انت بتتكلمي بالطريقه دي ازاي؟ ازاي ده؟ ده شحات الغرام. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها يعني هو بيحاول يوصل لك رساله يا ماما لانه شاعر ان انت ما تحبيهوش فبيجر شكلك ماما هارت حبيبتي ماما مفيش. يعني ده يا دكتور حتة الحنان الزيادة من الطفل ده ممكن يكون هو شاعر ان الاب رسالة. او الام مش حاسس ان هم مش بيحبوه بقى. فعلا بصي حضرتك ممكن يكون اب حنين متجوز ام باردة المشاعر فخلفوا عيلين بنت ولد حنين ولد حنين وبنت باردة شوية. فممكن البنت تكون طالعة للام والولد فالناس بيقارن بقى دي جينيتكس حتى العواطف وقدره التعبير جينيتكس. فانت اشمعنى الواد ليه ده بحس انه حنين
والست البرد او الرجل الساخن اللي هو بيحب العواطف ده بيبص على عينه ويقارنوا بينهم ويفرقوا ما بينهم بسبب طريقه لا ما ده جزء ده جزء منك انت يعني من شابه اباه فما ظلم فانت انا ابني شعره لون شعري فانا زعلان بقول له انت مش عارف الواد ده اللي شوف اختك شعرها جميل دي جينيتكس فنفس في الخلقه في الخلايا الجسديه هي في الخلايا الانفعاليه طبعا واخد بال حضرتك فبالتالي يعني ساعات بيبقى الغلطه مش في ان ابنك مش بيعبر غلطه ان انت اللي متوقع زياده وزعلان ليه ما حضرنيش زي ابن فلان ابن فلان ده باباه عاطفي جدا على فكره انا مهم قوي كلامنا يا دكتور عارف ليه عشان واحنا بنحضر الحلقه كنت بتكلم انا ونور نور ام عندها طفل صغير يعني 7 سنوات في الفاصل انا اولادي خلاص عدوا الكلام ده زمان فبالتالي مش هسال خلاص انا خلاص نفدت بس نور فعلا يعني اللي في سنها وكل اللي زي نور نور اتكلمي انت هتبقي قادره اكتر انك تتكلمي عشان ساعات الاطفال ما بتعرفش هل في يا دكتور بقى بعض السمات او الحاجات اللي انا اقدر اشوفها في ابني وهو صغير او بنتي يكون يبين ان الولد ده هيبقى لما يكبر ممكن يكون في عقوق او حاجه انا بعملها معاه بتنعكس فيبقى عقوق بعدين والحق ده ازاي لو هو ده طبع فيه او لو انا اللي بعمل ده في عندنا نوعين من الاطفال دول بالذات اللي مش معبرين نوع انا ممكن ادين ونوع ما يدينوش اللي عنده نقص تركيز وتحس انه بيسرح كتير وبيركزش ونتائجه مش حلوه قوي في الامتحانات ورغاي وصوته عالي تحسه مش اهبل بس مش ناضج ده بيعمل كده بس ده بريء وغلبان وده اللي عايز يتنمى الاكسبريشن بتاعه فده تحضنه وتبص وتطبطب عليه وتدربه في نوع قليل اسمه الكوندكت ديس اوردر او الاضطراب السلوكي ودول بيعملوا حاجه اسمها انتي سوشيال بيهيفيرز اللي هي السلوكيات المضاده للمجتمع دول اللي بيكسروا في الثورات الشوارع وبيكسروا لك الممتلكات العامه وده في البيت مخرب قوي مخربين بطبعهم يعني ده عنده مشكله في الجينات ولما عملوا دراسه في السجون لقوا كثير من ما في السجون عندهم هذه الجينات او الكروموزومات المسؤوله عن الاجرام شويه دول طبعا قله ولكن طبعا فيهم مشكله ودول لما بيتفرجوا على الالعاب الالكترونيه هم اللي ممكن يرتكبوا في الحوت الازرق او بابجي او مش عارف يرتكبوا حاجات ضد ينفذوا فعلا ويأدوا فجنرالي افترضي في ابنك الخير واوعي تنتظري بالذات في العيال الصغيره دي بالعكس ما لا يغرنكي ان طفله تانية معبره يا ماما يا حبيبتي تحضني وتبوسني يبقى ده وحش مش عايز دي اللي تخيلني ما تخيلنيش دي لا هو الاصل على فكره ان العيال كده ودي مش ما تقلقكيش بس افترضي ان هو في ملكوت تاني لوحده وبيستقبل بس دلوقتي وراح لمدرسه وعايز الشوكولاته وما جبتليش ليه الشوز بتاعتي يا ابني طب ما تعبر حاجه ما تقول حاجه ليا شكرا لسه صغير تقول 7 سنين صغير واكبر منه كمان صغير فارجو هنا لنور ما تقلقش من انه هذا الطفل ادي ساعات انت بقى بتتوقف وبعدين تقول لا انا ما هتديني يا مش هديك او تعمل له تيستنج هشوف لما ما اديش هيعمل ايه ما ينفعش الفكره انت كده بتجرحه وممكن يكون هو ما يقصدش خالص طيب احنا فاضل لنا دقيقتين اتفضل دقيقه منهم بعد اذن حضرتك يا دكتور ايهاب حضرتك انا بقالي 11 سنه ما شفتكش فاهم احنا قبل الثوره كنا مع بعض بالظبط قبل الثوره كنا مع بعض فمن حقي يعني ده فن فوق راسي دقيقتين دقيقه نديها كلمه من حضرتك للاباء اوكي والامهات وكلمه للابناء عموما مش هقول للعاقين او لل تمام عموما طبعا في الوقت نص يعني نص كلمه للدول ده الكلمه اللي انا قلته للاباء بقول يا جماعه بليز ما تأفوروش في توقعاتكم زي ما الدكتور سامي وزي ما كنا بنقول الاخ اللي توقع غلطته على فكره ان هو توقع الاصل في الامور ان هم زي البنت اللي هو شافها عقه دي يعني يفترض كده هتستريح والله لو حصل مش هتتخض ولو ما حصلش هتقول الحمد لله يا رب اشكرك على النعمه الجميله دي فالنبي بس ما تأفوروش في اعتقاداتكم وحاولوا تدربوهم ان هم احضنوهم كتير هتبص تلاقيه في الاخر هيتعلم في الاخر هيتعلم دايما اقول الممثل يعني الفنانه الممثله بتنسى انها شحاته وهي غنيه انت بتصدقها طب ما تعملها انت مع اولادك بالنسبه للابناء بقول لهم لو سمحتوا حبايبي بقدر الامكان حتى لو اساء الاباء ليكم انتوا في جواكم عواطف في جواكم محبه والاب كفايه ان هو عمره انت عشان توصل انك تبقى قاعد جنبي دي احتاجات كتير اكل وشرب وصيانه وحمايه انت ما تعرفش اللي حصل عشان توصل للطول لا وحرق اعصاب بيخلص على العمر فعلا طبعا 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 فانا عايزهم حبايبي بس في الزمن ده اللي احنا بنشوف زي ما قالوا بيعبروا بطريقه مش حلوه كل ما كانت يعني ماما وبابا اللي بيحبوك وانت عارف ان هم بيحبوك كل ما انت عبرت حتى لو انت برضه ما بتعرفش تعبر ده بوستهم حضنتهم قلت لهم حاضر يا ماما عملت حاجه وبالذات لو كنت شاب او مراهق
يعني الاطفال دول مش هنقول لهم حاجه، لكن المراهق في، انا بأعجب جدا لما بشوف مراهقين وعندي حاله كده، الولد هو اللي بيقول لمامته حضرتك، والست انا ما اعرفش ازاي بيقول لها حضرتك اللي هي بتعمله دكتوره. فقلت له انا قلت له يا احمد انت انسان محترم، ولو سمحت بعت لي باباك ومامتك، علشان انا بعد ما سمعت القصه انا زعلان منهم. ولما جت الام قلت لها انا بجد ربنا ساعات، خدي بالك برضو الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ايه، أدبني ربي فأحسن تأديبي. مين اللي أدب الرسول؟ ما حدش رباه يعني. هو ربنا، لأن كلهم ماتوا. ففي أولاد كده، في أم، آخر كلمة عايز أقولها، في دادة قابلتها في حتة فقيرة جدا يا نور. فالست دي وقفت في وسط، كنا بنعمل المحاضرة، فقالت لي يا دكتور أنا جوزي مات في السبعينيات في الحرب، وأنا عندي 9 بنات. بس الصبحية بقعد أغسل البيوت، وبعد الظهر أجي في المركز اللي حضرتك، مركز الشباب اللي بتكلمنا فيه. فقلت لها اسالك سؤال، مش عارف الحق ربيه. قلت لها بناتك التسعه دول في واحده بتقول لفظ سيء؟ قالت لي لا خالص، بالعكس دول عايز اقول لك بيستقبلوا الناس. قلت لها في حد بيعتدي على حد من الناس او بيقول لك انت يعني اعملي كذا؟ قالت لي لا. قلت لها طب مين رباهم؟ قالت لي هو غالبا اختهم هي الكبيره. قلت لها بصي شوفي، انت مش محتاج، طالما تنيتك حلوه خارج لله، خارج تعمل حاجه حلوه، هترجع تلاقيهم متربيين، مالكش دعوه بقى. بس اعمل انت ونبي يخدم الناس، اللي بتخدمه في الناس هيطلع في ولاده. والعكس صح. صحيح طبعا. ربنا يعافينا من ذنبها. انه احنا، انا كدكتور اطفال وسلوكيات اطفال، صدقيني ساعات لا اجد الوقت لتربيه اطفال، برجع الاقي مش لازم يكون العائد فلوس. ايوه والله العظيم عندي ابنائي يا مدام مها، في حد منهم عنده ربنا يشوفها في حاله مرضيه معينه، لطف ربنا الحاله دي المفروض كان يحصل، ما حصلش حاجه، وصلنا لسن انا عندي واد عندي الخير اللي انت بتعمله. انا عندي 26 سنه ما شاء الله. مره اب دعا لي قال لي يا مدام، قال لي ايه؟ يا رب يا دكتور بكل عيل اتعدل سلوكه، ربنا يبارك لك في حياتك من اللي انت بتعمله فينا. فانا قصدي اقول لك ان ساعات انت العائد ده بيكون يا نور انك انت بتلمسه. ما هو برضه خد بالك لازم تعرف تستقبل. انت ما بتقراش المشهد، ما بتقراش ان ربنا كرمك، ما فين الفلوس؟ لا، ربنا كرمك في حاجات ثانيه، في حاجات ثانيه كرمك في عيل بيحبك، كرمك زي في عيل زي ما بنقول الرزق في حاجات كتير بالزبط. قوي، فكرم ربنا في حاجات مش كتير لازم جدا. عيل يعني يقول لك يا بابا يا حبيبي، لا ممكن عيل ما يقلش ادبه يبقى ده مش عاق. بالظبط بالظبط. نشكرك جدا يا دكتور، زي ما ربنا كرمنا بيك كده، وبجد ان انت يعني ضيف عزيز علينا، وتشرفنا بوجود حضرتك معانا. وسوري لو في حاجه ضايقت حضرتك، بس انا عارفه حضرتك قلت لنا ان حضرتك مستوعب. راجل طيب وكلهم حبايبنا. ربنا يخليك، متشكره جدا دكتور نور، ميرسي، حلقه جميله حبيبتي، ربنا يخليكي. اعزائي المشاهدين بنشكركم. انا في الاخر بس عايزه اقول جمله واحده بس، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، يعني اللي هو اقل حاجه كلنا بنعملها من غير ما ناخد بالنا كده، وبنعتبرها عادي. صدق الله العظيم. نشكركم اعزائي المشاهدين، ونلتقي ان شاء الله يوم الخميس القادم الساعه 6 موضوع جديد اجتماعي يهمكم.